مرحبا. في هذا الدرس رح نتحدث عن الزوايا الموجهة، بس قبل ما نتحدث عن معناها لازم نفهم شو أصلاً لشو نستخدمها. أول شيء بدي حب أذكر بالشيء اللي أخذناه سابقاً، هو المستوي الإحداثي والمحاور. أخذنا محاضرات سابقة كيف نحن من نتبع حركة الجسم باستخدام الإحداثيات، سواء كانت أحادية أو ثنائية. بس هي الإحداثيات في عنا جزء تاني منها أو تعريف تاني لها بتخلينا كمان نتبع دوران جسم. لنعطي مثال صغير عن الموضوع، فهو مجرد مثال إحنا نستخدمه طول يوم كل يوم بحياتنا، وهي فتح زجاجة مي، فتح زجاجة عصير. فلفتح زجاجة عصير على سبيل المثال، فنحن مندور الغطاء بعكس اتجاه عقارب الساعة وبتفتح زجاجة العصير. بنفس الطريقة لما بدنا نغلق زجاجة العصير فنحن مندور الغطاء بجهة عقارب الساعة. ملاحظ كمان انه الزاوية اللي يدور فيها الغطاء لما بنفتح الزجاجة بتساوي الزاوية اللي بيدور فيها الغطاء لما بنغلق الزجاجة. طيب الزاويتين انه نفس القيمة، بس شو اللي عم يفرق؟ اللي عم يفرق هو الجهة. الجهة اللي مندير فيها سدة الزجاجة بتختلف. فلذلك نحن بنقدر نعرف نوع جديد من الزوايا واللي يدلني على الجهة. بنسمي هاي الزوايا الزاوية الموجهة. والزاوية الموجهة هي الزاوية مبدأها محور إكس. وتكون موجبة إذا وصلنا إليها بالدوران عكس اتجاه عقارب الساعة بهي الجهة، وتكون سالبة إذا وصلنا إليها بالدوران باتجاه عقارب الساعة. طبعاً نلاقي بالرسم زوايا موجهة عديدة. أولاً الزاوية ألفا، ألفا طبعاً هو حرف يوناني. الزاوية ألفا هي زاوية تطلع من المحور إكس وتتجه للمستقيم الموضح باللون الأسود، والزاوية بيناتهم هي ألفا. بنفس الطريقة الزاوية بيتا تطلع من المحور إكس وتتجه للمستقيم الموضح باللون الأخضر. طبعاً المستقيم الموضح باللون الأخضر مثل ما أنتم شايفين هو دار باتجاه عقارب الساعة، وبالتالي الزاوية بتا لازم تكون سالبة بهذا الاتجاه، والزاوية ألفا بالمقابل لازم تكون موجبة لأنه وصلنا إلى الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة. إذا بنطلع على الزاوية جاما واللي بتطلع من المحور إكس عكس اتجاه عقارب الساعة لا المحور الأخضر الموضح بالشكل، رح نلاقي إنه هي أيضا زاوية أكبر من الصفر، وذلك وفقا للتعريف السابق. طبعا الزوايا إحنا مثل ما نعرف الزوايا الهندسية وليس الموجهة بتروح من 0 ل 360 درجة، من 0 درجة ل 360 درجة. طبعا هذا يعني مجال من 0 ل 360. بس نحن في الزوايا الموجهة بتروح الزوايا من ناقص 360 ل 360. والسبب هو انه نحن بنقدر نروح بالجهتين، بهي الجهة وبهي الجهة. لنوضح بعض الأمثلة عن الزوايا الموجهة. أولا عندنا الزاوية بيتا طبعا بتروح من المحور إكس للمحور الموضح باللون الأحمر، ورح أسميه المحور لنفترض دلتا. بنلاحظ إنه الزاوية بيتا بتروح بعكس اتجاه عقارب الساعة. منطلع على الزاوية ألفا منلاحظ إنه هي بتروح من الزاوية من المحور إكس إلى
المحور الموضح بالشكل رح نسميه المحور دي، وهي باتجاه عقارب الساعة. الزاوية جاما بتروح من محور X طرف الموجب لمحور X للطرف السالب. هلأ إذا أخذنا القياسات الهندسية للزوايا ألفا وبيتا رح تطلع هي متساوية، وهون أنا بدي أرجع أكد على الفرق بين الزاوية الموجهة والزاوية الهندسية. الزاوية الهندسية هي الزاوية اللي نحن بنقيسها بالمنقل مثل ما بنقيس الطول والمسطرة، بس الزاوية الموجهة لها جهة. وهون مثل ما كنتم شايفين ألفا وبيتا له نفس القيمة، نفس القيمة المطلقة طبعا 30 30، بس أنا الألفا بما أنه هي موجهة باتجاه عقارب الساعة بتكون ألفا تساوي ناقص 30 درجة، أما بيتا فبتكون 30 درجة بسبب أنه هي موجهة عكس اتجاه عقارب الساعة. أما جاما أيضا هي زاوية وموجهة مثل ما الموضح بالشكل بعكس اتجاه عقارب الساعة، وبالتالي جاما 180 درجة. إذا رجعنا عرفنا زاوية أخرى وهي تيتا، وذلك بالاتجاه من الجهة الموجب من المحور الموجب لـ X للقسم السالب، فهو رح يطلع عنا زاوية تيتا، وهي الزاوية تساوي ناقص 180 لأنه اتجهنا باتجاه عقارب الساعة. تعرفنا سابقا أنه بالمثلث القائم بيكون عنا ما يسمى النسب المثلثية، واللي هي الساين والكوساين والتانجنت والكوتانجنت، وهذول كلهم لهم خواص ولهم نسب ثابتة بالمثلث القائم. لكن شو هو الشيء المكافئ لهذه الزوايا لما بتكون الزاوية زاوية موجهة وليست زاوية هندسية؟ ولحتى نقدر نطالع الكوساين والساين والتانجنت للزوايا الموجهة لازم نحن نعرف ما يسمى بالدائرة المثلثية. الدائرة المثلثية هي دائرة نصف قطرها R مساوي للواحد ومركزها يقع في مركز الإحداثيات الثنائية XY. منكم مثل ما وضحنا بالشكل الدائرة هي موجودة بالشكل اللون الأحمر، واضح إنه نصف قطرها مساوي للواحد. لكن إذا نحن بدنا نمثل على نفس الرسمة الزاوية الموجهة ولتكن زاوية تيتا، اختيارية ممكن تكون سالبة موجبة أو من أي إشارة ممكن، فنحن بنعرف إنه كوساين الزاوية تيتا مساوي لي. ملاحظ انه نحن اذا كملنا الرسمة هون ورسمنا مثلث قائم وليكن او اي بي، رح نشوف نحن انه كوساين الزاوية تيتا مساوي لي الضلع المجاور واللي هو او بي على الوتر واللي هو او اي، وبمعنى اخر فهو او بي ممثل لاحداثيات النقطه اي، حيث النقطه اي احداثياتها اكس واي. طبعا اذا من اي رسمنا مستقيم عمودي على محور اكس فهذه النقطه بتتقاطع مع المحور اكس بيكون طول من او بي مساوي لاكس، اكس مساوي لاو بي، لذلك او بي على او اي او بي مساوي لاكس، واو اي هو يمثل نصف قطر الدائره وهو مساوي للواحد، ولذلك بيطلع عندنا كوساين زاويه تيتا مساوي لاكس. بنفس الطريقه ساين الزاوية تيتا يساوي AB الضلع المقابل
على OA على الوتر. بتحليل مماثل منلاقي انه AB مساوية ل Y. بالتالي AB Y OA هو كمان نصف قطر الدائرة يساوي الواحد، وبالتالي ساين تيتا مساوية للواي. طبعا إذا بنطلع على الرسمة منلاقي إنه لما الزاوية عم تكون بهذا الربع الكوساين والساين عم يكون قيمة موجبة x y، لأنه جميع إحداثيات المقارب بهذا الربع من الإحداثيات بتكون موجبة. أما إذا كانت الزاوية كمان في الشكل لنفترض أنها زاوية بيتا، فإذا أسقطنا لهذا على هذا المحور وعلى هذا المحور ولتكن هاي النقطة C إحداثيات X Y، بتكون عندنا الـ X هو هذا الطول والـ Y هو هذا الطول. الـ X هو هذا الطول وهو بالجهة السالبة للمحور X، وبالتالي X أصغر من الصفر، والـ Y هو هذا الطول وهو بالجهة الموجبة للمحور Y، ولذلك الـ Y أكبر من الصفر. sin تيتا تساوي الـ Y وcosin تيتا تساوي الـ X، وذلك X و Y هي إحداثيات النقطة A، حيث يتقاطع المستقيم دلتا مع الدائرة المثلثية. يعني بمعنى آخر نحن عندنا مستقيم وهو المحور X الذي يمثل المبدأ، وعندنا محور دلتا اللي بيحد الزاوية من الطرف الآخر. المحور دلتا يتقاطع مع الدائرة المثلثية بالنقطة A، واللي إحداثياتها X و Y. فبيكون عندنا sin تيتا تساوي y cosin تيتا مساوية لل x، وذلك لا يعتمد على إشارة x و y. فعلى سبيل المثال إذا كانت الزاوية gamma وهذا محور d، فهو عم يتقاطع مع الزاوية المثلثية بنقطة نسميها b لها إحداثيات X فتحة Y فتحة. طبعاً X فتحة مثل ما تعلمنا بإيجاد إحداثيات نقطة، Y فتحة هون طبعاً هذا محور Y، Y فتحة منلاحظ أنه X فتحة تقع في الجهة السالبة من المحور X، وبالتالي X فتحة أصغر من الصفر، Y فتحة أكبر من الصفر لأنها تقع بالجهة الموجبة. بنفس الطريقة أي زاوية هون رح يكون إلى X و Y، X و Y وكلاهما رح يكون قيمتهم سالبة بسبب وجود الزاوية الربع الثالث من المحاور الإحداثية. أما بالنسبة للزاوية موجودة هون فرح يكون عندها الكوساين موجب والساين سالب، وذلك الكوساين موجب والساين سالب لأن الإكس موجبة والواي سالب. طبعا هاي الاشياء ممكن ما نستوعبها بطريقه طبيعيه الطريقه، لذلك رح ناخذ بعض الامثله مشان نطبق النسب المثلثيه ونفهمها اكثر. رح ناخذ مثال من اوجد ساين تيتا وكوساين تيتا لتيتا تساوي 120 درجه. طيب ممكن لاحظ اشخاص اللي دارسين الصف التاسع ومتعمقين كثير رح يشوف انه ايجاد ساين كوساين لزاويه قيمتها 120 هو شيء غريب، لانه هي زاويه منفرجه وليست زاويه حاده. بالحقيقه نحن
الشيء اللي عم نوجده بهي الزاوية هي الزاوية الموجهة. نحن عن الزاوية الموجهة قيمتها 120 وليست زاوية هندسية. لنرسم هي الزاوية، طبعا بما أنه هي موجبة هي الزاوية تبدأ. لنوجد الساين والكوساين، أنا بعرف إنه ساين تيتا تساوي y، كوساين تيتا مساوية ل x. هذا x وهذا y. لكن بضل عندي شغلة صغيرة، انه انا الزاوية تيتا ما عندي معلومات عنها من قبل كم 120، لكن اذا طلعنا على الشكل من منظور هندسي رح نلاقي انه هي الزاوية، ورح سميها الفا، الفا مساوية ل 60 درجة، لأنه الزاوية من هون لهون هي 180، فشوف ألفا مساوية ل 60 درجة. ورح لاحظ كمان أنه هذا المثلث واللي غمقته باللون الأسود هو مثلث قائم. إذا لإيجاد X و Y أنا بقدر إيجاد الأطوال الهندسية ل X واي، وبعدين انا بحط لها الاشارات حسب تواجدها على المحاور. لالفا من اجل اكس، طبعا اكس بالقيمه المطلقه كطول، فهو رح يساوي 1 مضروب ب كوساين الفا. ليش 1؟ لأنه طول الوتر 1، نحن عم نشتغل ب دائرة مثلثية. وواي مساوي ل 1 مضروب بساين ألفا، حيث واي هذا واي وهذا الطول أيضا مساوي للواي لأنه هذا الشكل هو مستطيل. بالتالي إكس بالقيمة المطلقة مساوي ل واي لكوساين ألفا، واي بالقيمة المطلقة مساوية لساين ألفا. هلأ نجي للمرحلة الثانية، وهي إذا بدنا نحدد إذا كانت X موجبة أو سالبة، واي موجبة أو سالبة. منلاحظ إنه النقطة B واللي إحداثياتها X واي موجودة بالربع الثاني، وإذا أسقطنا النقطة B من النقطة B عمود على المحور X فهو بيتقاطع معه بهي النقطة، وهو الجهة السالبة من المحور X، وإذا أسقطنا على هذا المحور فهو بيتقاطع مع الجهة الموجبة المحور Y، معناتها بيطلع عنا X أصغر من الصفر Y أكبر من الصفر. بالتالي X تساوي ناقص كوساين ألفا، y تساوي ساين ألفا. بطبيعة الحال الإكس نحن بنعرف إنه هي بتساوي كوساين تيتا، والواي ساين تيتا، وبقي عنا نوجد أنسب. طبعا بما إنه ألفا مساوية لستين درجة وهي من الزوايا المشهورة، كوساين الستين هو نص، وساين الستين هو جذر ثلاثة على اثنين، فبيطلع عنا كوساين تيتا هو ناقص نص، ساين تيتا هو زائد جذر ثلاثة على اثنين مثل ما هو موضح بالشكل. بدنا ننتقل هلا لموضوع ثاني واللي هو قياس الزاوية، لكن بوحدة قياس أخرى.
نحن بنعرف انه قياس الزاويه دائما بيتم بالدرجات باستخدام المسطره، لكن لما صار في عندنا تعريف للزاويه المثلثيه فينا نستخدم هلا وحده قياس اخرى واللي بنسميها بالراديان. وطبعا في لها عامل تحويل، مثل ما نحن بنحول من المتر للسنتيمتر لما بنقسم على نضرب بمية، مثل ما بنحول من المتر للسنتيمتر لما نضرب بمية، او بنحول من السنتيمتر للمليمتر لما نضرب بعشرة. فهون كمان في عنا عامل تحويل، بس لنعرف عامل التحويل نحن لازم نعرف في البداية شو نعني بالزاوية بالراديان. فالزاوية بالراديان هي العدد المعبر عن طول القوس المحدد بزاوية تتا بالدائرة المثلثية. حكي غريب بالتأكيد، بس لناخذ مثال نشوف شو يعني. بدائرة مثلثية إذا كان عندي زاوية مساوية ل 30، أوجد قياس هي الزاوية بالراديان. طبعا الراديان بنرمز له بالرمز RAD وهو راد واختصار لكلمة راديان. هي الزاوية 30، تيتا تساوي 30. نحن قالوا لنا انه الزاوية تيتا بالراديان هو طول القوس المحدد بالزاوية تيتا. القوس المحدد بالزاوية تيتا انا رح ارسمه باللون الاسود لحتى نطالع طول القوس، وانا رح سميه S. فهو هذا القوس هو جزء من الدائرة كاملة، والتي طول محيطها 2πr حسب القوانين اللي أخذناها في السنوات السابقة، حيث π تساوي تقريبا 3.14. فلنطالع قيمة S، فنحن لازم ناخد جزء من هذا القوس الكامل اللي طوله 2 بي ار. وكيف بناخذ هذا الجزء؟ طبعا بنعرف نحن انه طول القوس بيتناسب طردا مع قيمه الزاويه، بيتناسب طردا مع قيمه الزاويه. بالتالي فينا نكتب انه اس تساوي تتا على 360 مضروب ب 2 بي ار، وبالتالي اس تساوي تتا هي بتساوي 30 على 360 مضروب ب 2 بي، حيث ار مساويه للواحد بما ان الدائره دائره مثلثيه ونصف قطره واحد. نستنتج ان اس مساويه ل بي على 6. طبعا متر مليمتر هذا بيطبع لطول القوس. وبنرجع للتعريف انه طول الزاويه او قياس الزاويه بالراديان مساوي لطول القوس المحدد بالزاويه تتا. وبالتالي انا بقدر اكتب انه تتا تساوي بي على 6 راديان، واللي هي ايضا تساوي 30 درجة. لنأخذ مجموعة أخرى من الأمثلة. أولاً نحن خلينا نوجد قياس الزاوية 360 درجة بالراديان. نحن بنعرف أن 360 درجة تقابل قوس طوله 2 بي. لماذا؟ لأنه 360 درجة تعبر عن الزاوية الكاملة هي. الزاوية الكاملة هي تقابل قوس الدائرة الكامل، وقوس الدائرة الكامل طوله 2 بي ار، وإذا ار تساوي الواحد فهو 2 بي. بالتالي نستنتج أن 360 درجة مساوية إلى 2 بي راديان. بنفس الطريقة بالتسعين درجة فهي 90 على 360 مضروب ب 2 بي وتساوي بي على 2. 360 وجدناها سابقا هي 2 بي،
180 هي 180 على 360 مضروبة ب 2 بي وتساوي بي. الستين على 360 2 بي وتساوي 3 45 45 على 360 طبعا مضروبة 2 بي وتساوي بي على 4 ناقص 30 بنفس الطريقة ناقص 30 على 360 مضروبة 2 بي وتساوي ناقص بي على 6. طبعا الكل بالراديان راديان 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 راديان. الواحد شغله كثير مهمه بالفيزياء، واي قيمه فيزيائيه بنقيسها لازم يكون لها واحد، والا ما رح يكون لها معنى. رح نتعرف بجلسات لاحقه عن ما يسمى التحليل البولي مشان نوضح اهميه الواحد بالفيزياء. بدنا نرجع للتعبير العام للزاويه بالراديان، فهي بتساوي تيتا بالراديان، تيتا بالزاوية بالدرجات مقسومة على 360 مضروبة ب 2 تي. بالتبسيط بيطلع عندنا تيتا بالراديان هي تيتا بالدرجات على 182 مضروبة ب تي، وهذا هو التعبير العام للتحويل من راديان لدرجات. طبعا إذا رجعنا رتبنا العلاقة ترجع عندنا نحصل على العلاقة اللي بتعطيني تحويل من الراديان للدرجات. لننتقل لبعض الحالات العامة واللي بنشوفها بالدائرة المثلثية. طبعا إذا أردنا كتابة الزوايا بالدائرة المثلثية رح نلاقي إنه هي الزاوية تعبر عن الزاوية صفر. إذا انتقلنا لهون فهي الزاوية 90 والتي تقابل بالراديان ل 2 بي. من اجل ملاحظه بعض الزوايا الشهيره بالدائره المثلثيه بنشوف انه هي الزاويه تمثل الصفر، هي الزاويه تمثل بي على 2 او 90 درجه، هي الزاويه تمثل 180 او بي، هي الزاويه تمثل 3 بي على 2 او 270، وهي الزاوية بعد ما كملنا الدائرة كاملة تطلع عنا كمان تساوي 2 بي. لنوجد النسب المثلثية لهذه الزوايا، أولا كوساين بي على 2، بنلاحظ إنه إحداثيات هي النقطة هي إكس مساوية للصفر، واي مساوية للواحد، فكوساين بي على 2 مساوية للصفر، وساين بي على 2 تساوي واحد. إحداثيات النقطة الممثلة للزاوية بي هي ناقص واحد صفر، وبالتالي كوساين بي مساوية لناقص واحد، ساين بي مساوية للصفر. طيب إذا قمنا بإسقاط الزاوية على المحور واي نحصل على صفر. كوساين الصفر، الصفر نقطة إحداثياتها واحد صفر، وبالتالي كوساين الصفر مساوي للواحد، ساين الصفر مساوي للصفر. إذا انتقلنا للزاوية 3 بي على 2 بنلاحظ إنه الإحداثيات هي الصفر ناقص واحد، وبالتالي بتكون كوساين 3 بي على 2 مساوي للصفر، إسقاط طبعا صفر، وساين 3 بي على 2 مساوي لناقص واحد. بعد ما أخذنا مفاهيم الزوايا الموجهة حاليا والأشعة اللي أخذناها سابقا ننتقل
ما يسمى الشعاع في المستوى الإحداثي، وهي اللحظة اللي نحن منتظرينها من أول ما عطينا الأشعة. طبعاً تمثيل الأشعة بالمستوى الإحداثي بيسهل العمليات الأشعة من طرح أو جمع أو حتى ضرب مثل ما رح نتعلم لاحقاً. في المستوى الإحداثي يمكن كتابة أي شعاع A بدلالة شعاعين AX و AY، حيث AX موازية لـ X أي المحور X، و AY موازية للمحور Y. إذا طلعنا على الشعاع المرسوم باللون الأسود والذي هو الشعاع A، منلاحظ أنه الشعاعين اللي بيحققوا خاصيات AX و AY هما الشعاعان الموضحان باللون الأزرق. شوف الشعاع AY موازي للمحور Y أي منطبق عليه، والشعاع AX موازي للمحور X ومنطبق عليه. وطبعاً باستخدام خاصيات جمع الأشعة نجد أن AX و AY يعطونا الشعاع A، وذلك حسب خاصية متوازي الأضلاع. AX و AY بنكمل الشكل لمتوازي الأضلاع ونرسم قطر هذا المتوازي الأضلاع بيطلع عنا A. طبعاً AX و AY كأشعة بنسميها مركبات الشعاع A، مركبات الشعاع A. أما الزاوية تيتا اللي بيصنع الشعاع A مع المحور X وهي زاوية موجهة من المحور X لحامل الشعاع A. طبعاً AX و AY نحصل عليهم بهي العلاقات، وهي طويلة A مضروبة بكوساين تيتا وطويلة A مضروبة بساين تيتا، حيث تيتا زاوية موجهة. بمعنى آخر أنه إذا كان كوساين تيتا وساين تيتا، كوساين تيتا وساين تيتا لهم إشارة غير الإشارة الموجبة، فأكيد AX و AY رح يتوافق إشارته مع إشارة كوساين تيتا وساين تيتا. شو معناتها؟ منلاحظ بهذا الشكل، لنفترض هون الشعاع A، لنفترض وجود زاوية تيتا، منلاحظ الزاوية تيتا موجودة بالربع الثاني، وبالتالي الزاوية تيتا موجودة بالربع الثاني، فكوساين الزاوية تيتا رح يكون سالب، أما ساين الزاوية تيتا رح يكون موجب. اعتمادا على هذا الكلام بتطبيق هدول العلاقتين، AX بيطلع عنا له قيمة سالبة، AY لها قيمة موجبة. طبعا AX و AY ليست أطوال بل هي مركبات لها قيمة حقيقية، ورح ناخذ مجموعة من الأمثلة واللي بتوضح هذا الشيء. ننتقل لنحل بعض التمارين اللي بتخلينا نفهم الشيء اللي حكيناه سابقا. لدينا النقاط A واحد واحد، B واحد ناقص واحد، C ناقص واحد ناقص واحد، D ناقص واحد واحد، وطبعا مركز الإحداثيات صفر صفر. أوجد الزاوية التي يصنعها كل من OA OB OC OD مع المحور X. طبعا أولا لنرسم ونوضع النقاط، واحد واحد نقطة A، واحد ناقص واحد النقطة B، ناقص واحد ناقص واحد النقطة C، وناقص واحد واحد النقطة D. طبعا الصفر موجودة. لنوجد الزوايا، واحدة اثنين ثلاثة أربعة. أولا لنبدأ مع الشعاع OA، منلاحظ أن الشعاع OA لديه مركبات OAX OAY. طبعا من أجل أي زاوية تيتا في شعاع مرسوم في محور الإحداثيات بيكون في عندنا تانجنت تيتا مساوية لساين تيتا على كوساين تيتا، وبالتالي
تساوي AY على AX. أولاً من أجل الزاوية بين OA والمحور X نجد أن ونسميها ألفا. ألفا تانجنت ألفا سبب OA على المحور Y OA على المحور X وتساوي واحد على واحد تساوي واحد. بالتالي تبعا الزوايا الشهيرة ألفا مساوية ل بي على 4 أو 45 درجة. من أجل OB تانجنت بيتا وتساوي طبعا OBX OBY على OBX تساوي ناقص واحد على واحد ومساوية ل ناقص واحد. نستنتج أن بيتا مساوية ل ناقص باي على 45. من أجل تانجنت جاما حيث جاما تدل على الزاوية بين المحور X والشعاع OC مساوية ل ناقص واحد على ناقص واحد تساوي واحد. طبعا ممكن احد الاشخاص يقول تانجنت الفا تساوي واحد وتانجنت جاما تساوي واحد، اذا ايضا جاما مساوية ل بي على اربعة، لكن هذا ليس صحيح لانه الزاوية جاما موجودة بالربع الثالث، وبالتالي جاما يجب ان تساوي ناقص 3 بي على 4.